كل يوم عن يوم عم بزيد القصص المرعبة أكتر. بهذا الفيديو رح تشوفوا شيء أرعب من الشيء اللي شفتوه قبل بكتير. الناس اللي قلبها ضعيف ما تكمل الآخر. الساعة 3 بالليل أنا كنت نايمة وأهلي كانوا نايمين وكل الناس كانت نايمة، ومن هاي الساعة بلشت الأحداث المرعبة تتطور. أنا فقت طلعت حوالي وما لقيت ضوء أبدا، فكانت مقطوعة الكهرباء، فصرت دور على تليفوني لحتى شغل الضوء. لقيت تليفوني وأخدته وبعدين شغلت فلاش التليفون. أنا كل يوم بصحى بنفس الوقت وبنفس الساعة وما بعرف شو السبب اللي بخليني أصحى كل يوم على الساعة 3 بالليل، بس ما كنت عارفة شو رح يصير معي. رحت لحتى شوف شو صاير بالكهرباء، مشيت عمهلي مشان ما أتفشكل وأوقع. رحت باتجاه فواصل الكهرباء لحتى شوف شو صاير بالكهرباء وليش مقطوعة. قربت عمهلي حطيت ايدي على الباب وسكرت الباب وطلعت على الفواصل وما لقيت اي شي غلط، بالعكس كان كل شي طبيعي وما في اي شي. فتحت الباب رجعته مثل ما هو وبعدين قلت اكيد ما في اي شي، بتكون مقطوعة الكهرباء من الدولة. رحت على الحمام وهون كانت الصدمة، شفت شي كتير غريب، كتير انصدمت من الشي اللي شفته. ومن هون بلشت لحظات الرعب والخوف. فتت عمهلي على الحمام، طلعت على المجلة والمجلة كان كله مادة حمراء. شو هذا الشيء وشو المعنى منه ابدا ما عرفت. سكرت باب الحمام بسرعة وكنت عم ارجف من الرعبة، وبعدين اكدت بسرعة الصنولة حتى فيق ميدو ورجي الشيء اللي انا شفته. رقدت عليه وصرت هزه وقل له ميدو قوم فيق شوف اللي انا شفته بالحمام. فميدو ما كان عم يفهم علي، كان بعده فيق من النوم ومش مركز معي ولا فهمان شو عم بحكي، فشال عنه الحرام وقام بسرعة لحتى يشوف شو الشيء اللي انا شفته. وبعدين رقدت قدامه بسرعة على الحمام لحتى ورجي. فتحت باب الحمام وميدو ما كان عم يشوف، فاخذ مني التليفون لحتى يضوي فيه وبعدين طلع هيك قدامه ولاحظت عليه انه هو ما صدم. قال لي عادي انا شفت هيك شيء امبارحه. قلت له كيف يعني بتشوف هيك شيء وما بتخبرني؟ فقال لي انا ما حبيت خوفك. قلت له كيف يعني ما تخوفني؟ هذا الشيء عادي يعني بينسكت عنه ما لك شايف الشيء اللي عم يصير ببيتنا؟ فقال لي انه عادي، فكرت انه عصير او شيء مكبوب. قلت له مش عادي، شم الريحه، الريحه كثير مقرفه. قربت ايدي لحتى شمه من الريحه وقرب هيك وقال لي فعلا الريحه كثير مقرفه، شو معقول يكون هذا الشيء؟ قلت له شو معقول يكون يعني؟ اكيد الشيء اللي ببالي وببالك. فطلعنا ببعض هيك وكنا فعلا مصدومين كتير من الشيء اللي شفناه. وبعدين اللي خلينا نغسل هذا الشيء وبعدين فوت لجوا نشوف شو لازم نعمل. شغل الحنفية وبلش يغسله، فقلت له غسله منيح احسن ما يبين في حدا من العيلة ويشوفه ويرتعب. فقال لي اوكي، بس كل هذا اللي شفتوه ما هو الا شيء قليل من الشيء رح يصير بعدين. شوفوا الفيديو للاخر لحتى تشوفوا المفاجآت الاكبر اللي رح تصير معنا. كانت هاي المادة كتير غليظة وما عم تنشال بسهولة، وميدو كان عم بيحاول قد ما يقدر انه يغسله وما يبين منه شيء ابدا. خلص غسل فقلت له خلاص هيك بكفي. فقال لي خلينا نفوت نقعد بالصالون نفكر شو بدنا نعمل احسن ما نوقفين هيك. فقلت له طيب ماشي خلينا نفوت. فحسيت على ميدو انه ضايق كتير من هذا الشيء، بس عم بيحاول يقول لي انه هذا الشيء طبيعي وعادي مشان ما يخوفني اكتر. طلعنا من الحمام ورايحين على الصالون وفجأة اجت الكهرباء. فقلت له الحمد لله انه اجت، انا كنت خايفة اكتر لما كانت مقطوعة. فقال لي مزبوط وكملنا طريقنا، وانا كنت بعدني ما صحيت من الصدمة اللي صارت معي من شوي، وكان ميدو عم بيحاول يهديني وقعدنا على الكنباي. صرنا نحكي بموضوع، قلت له هذا الشيء ما عاد ينحمل يا ميدو، نحن لازم نطلع من هون، نحن عم نحكي نقطع الكهرباء مرة تانية. وهون بلشت خوف أكتر وصارت تنقطع وتجي كأنه حدا عم يطفيها ويشغلها. وهون أنا صرت خوف أكتر، فقال لي شغلي الفلاش. شغلت الفلاش بسرعة وصرنا نطلع حوالينا وما عاد نعرف شو لازم نعمل. طلعنا هيك والكهرباء بعدها عم تنقطع وتجي. مدري شو السبب اللي كان عم يصير هيك. فكان ميدو عم بيقول لي اهدي اهدي، ممكن تكون احترقت الكهرباء. قلت له كيف احترقت الكهرباء؟ إنه بربك كل هالأحداث وبعدين حتكون احترقت الكهرباء، أكيد في حدا عم يعمل هيك. وبعدين طفيت الكهرباء وما بقى تجي أبدا. فهون أنا هديت شوي وميدو قال لي خلينا نروح نشوف شو قصة الكهرباء، ممكن تكون احترقت. فرحنا على المكان نفسه تبع الفواصل لحتى نشوف شو صار بالكهرباء. قربنا على مهلنا وأنا كنت بعدني عم أحكي وبعدني خايفة. فتح الباب وهون كانت الصدمة الأكبر، كان الفواصل عليها نفس المادة الحمراء اللي كانت على المجلة. وهون بلشنا نتأكد إنه في حدا بالبيت ما بنقدر نشوفه، بس هو بيقدر يشوفنا. طلعنا هيك قدامنا وانا كنت كتير مصدومة وخايفة، وميدو كمان كان خايف وقال لي شوفي حتى على الارض في هيدي المادة. طلعنا على الارض وكانت كلها نقط، قرب ايده عليها وبعدين تأكد انه هاي نفسها اللي كانت موجودة على المجلة. وهون انا انهرت اكتر وقلت له ميدو انا ما عاد اقدر اتحمل بعدته هيك، وفتحت الباب وقلت له انا رايحة اطلع برا البيت وما حضل ولا ثاني هون. رجعت بسرعة على باب الشارع حتى افتحه، ميدو كان عم يمسكني من ايده وعم يقول لي اهدي شوي بس خلينا نعرف شو لازم نعمل. قلت له انا ما رح اهدى، بدي روح خلص اتركني. فهو كان عم يحاول يهديني
هو جاي عم يسكر الباب، فجأة حدا حطته على الباب وهو عم يحاول يشده، في شخص عم يحاول يشد من برا. ميدو طلع لبرا وما لقى أي حدا، وبعدين سكر الباب بسرعة وفات لجوا. وأنا هون ما عاد فيني أتحمل أكتر، صرت أوقع بصريخ ما علي من الرعبة. طلعنا بالمطبخ وهون كانت الصدمة. روحوا على الإنستا لحتى تعرفوا شو صار.